وسهلا بحضرتك. والحقيقه الفرحه دي حاجه جميله جدا، ربنا يفرح قلوب حضراتكم جميعا وقلوب كل الناس المنتظره فرحه قريبه الحقيقه بكل شيء يسعدها. ودايما الاهلي بجد مفرحنا، وتحيه لكابتن محمود الخطيب بجد فرحته من قلبه يعني، وهم كمان اللاعبين شوفوا قد ايه السعاده وقد ايه الفرحه وهم بيهدوا له الميداليات اللي كسبوها. الحقيقه دي احساس وشعور ما يعرفوش الا اللي في الحدث. فيعني اتمنى دايما يا رب ربنا يديم الفرحه على جمهور وعلى لاعبي وعلى القائمين على اداره نادي الاهلي جميعا يا رب العالمين، وعلى حضراتكم كل المستمعين. طيب احنا النهارده هنعمل، احنا عملنا خلاص الرز معمر، دخلناه بطريقه كده سهله وبسيطه. خلينا بقى نبدا نقول وصفه ثانيه لطيفه. احنا الخرشوف طلع من فتره واتكلمنا عن ان احنا عايزين نخزن الخرشوف، في ناس كتير بتحبه ومفيد جدا، فوايده كتيره الخرشوف. شفتي بقى وراني اهي بتقولي انا الخرشوف ده يعني في ناس فعلا يا اما ما بتحبوش يا اما ما بتحطوش في الايه في المشتريات بتاعتها بشكل كبير، لكن طبعا لما ينزل يا ريت حضراتكم تتعودوا انكم تستخدموه حتى لو في حشوات، لو هيتبشر لو انتم مش بتحبوه او يستفيدوا من فوائده. طيب عندي خرشوف متنضف طبعا ويعني زي ما حضراتكم شايفينه كده نزل بلانشيه بس في ميه سخنه عشان اقدر اتعامل معاه. وبعدين عندي كمان بصل اخضر، عندي بقى اي حشو. انا النهارده استخدمت القرع، بصوا القرع بقى جميل ازاي، واستخدمت الجزر واستخدمت كوسه. عايزه بقى اعمل كده ايه خلطه نباتيه جميله من الخضروات المهمه ونحطها مع الخرشوف ده، عكس بقى اللحمه المفرومه والفراخ والحاجات اللي احنا عايزين دايما نعملها بيها. طيب عندي كوسه مبشوره، عندي جزر مبشور، عندي قرع مبشور، عندي فلفل الوان حسب الرغبه، فص من الثوم، بصل اخضر، بقدونس، نص كوبايه من الكريمه دي بتدي طعم كده مع الخضروات، بتخلي كده طعم الخرشوف جميل، وحوالي 5 أو 4 معالق من زيت الزيتون، ملح وفلفل، وجبنه موزاريلا دي حسب الرغبه، في ناس بتحب تحطها مع الخضروات تدي كده تيست، ممكن تبقى لايت وممكن تستغنوا عنها خالص، مفيش مشكله وتكتفوا بس بالخضروات. انا هنا عندي الطاسة، هبدأ كده أخد من زيت الزيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، نقطة كده، وهبدأ أشوح فيه الخضروات الحلوة دي. هاخد كده البصل الأخضر، بسم الله، وعندي بقى الجزر. الحاجات دي بتبقى جميلة قوي قوي يعني، الخضروات عموما ممكن نعمل بيها بقى سمبوسة، نعمل بيها جلاش، نعمل بيها وازي القرع. شوفوا القرع كمان جميل ازاي، الحاجات دي مفيدة قوي، وخلينا دايما ندخلها للولاد ما نهملش عشان الصيف. خلوا بال حضراتكم الصيف ووقت يعني ما الوقت بيبقى الجو كده بيدخل في حرارة، الواحد بيبقى مش قادر على الأكلات الكتيرة. وطبعا خلوا بالكم الخرشوف غني جدا بحمض الفوليك، يعني الالياف، فيتامينز عاليه جدا، فيتامين سي وفسفور وبوتاسيوم، فيه كل حاجه، وفي نسبه حديد عاليه كمان. فيعني هو من الحاجات المغذيه جدا والمفيده جدا، ولو حضراتكم حتى تحطوه في شوربه قطعوه او بشروه وحطوه فيه زي ما احنا عاملين كده مفيش مشكله، لو انتم مش بتحبوه. انا بتكلم على اصدقائنا اللي مش بيحبوا مثلا الخرشوف بشكل كبير، ممكن نعمل بيه حاجات كتير جدا، نحشي بيه فطاير. بصوا الخضار ده جميل يتكلم عن نفسه قد ايه مفيد وقد ايه حلو. كل اطفالنا او اصدقائنا او الولاد اللي حاليا في امتحانات بيستهلكوا طاقه جامده جدا، هنعمل لهم بقى حاجات كده ايه تديهم طاقه عاليه وكمان تساعدهم. اما حضراتكم تلاقوهم بيذاكروا، ادوا لهم طبق فيه خضروات كتير ينقنقوا فيها، في جزر، في فلفل الوان، اعصروا لهم عليه ليمون عشان تعززوا فيتامين سي. يعني ايه، نبعد دايما عن الحاجات اللي هي الجاهزه والفاست فود في السهل. معانا زينب، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا حبيبه قلبي، اهلا بيكي، نورتينا. انا كنت بتفرج عليكي وانت في قناه النهار تقريبا. كنت في قناه ثانيه فعلا في المحور، ما كنتش في النهار. ايوه بحبك من ساعه مسلسل فيفي عبده. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، تسلمي. وطبعا والدتك عزيمه حمدي دي عظيمه. الله يخليكي حبيبتي، عظيمه ان هي خلفت واحده زيك، والله محترمه. الله يسعد قلبك حبيبتي، تسلميلي، شكرا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، شكرا ليكي. وبهني النادي الاهلي وان شاء الله عقبال القدم باذن الله. امين يا رب العالمين يا فندم، امين. انا اهلاويه من وانا عندي 10 سنين ودلوقتي 60 سنه. ما شاء الله، ايوه كده بقى، هو ده الكلام، ربنا يديم على حضرتك الصحه والعافيه.
حبيبة قلبي. كنت عايزة أطلب لحضرتك طلب. أموري يا فندم. ربنا يخليكي. طريقة بلح الشام. عينيا الاتنين أنزلها لحضرتك حالا. عينيا يا فندم، تأمريني ونورتينا وشرفتينا. شكرا على دعوتك للنادي الأهلي، شكرا جزيلا يا فندم. نودي عايزين ننزل بلح الشام، أنا هنزل لحضرتك الطريقة دي من غير البيض، لكن لو حابة تضيفي بيض هتضيفي من 3 لـ4 بيضات على حسب حجم البيضة. إذا مش حابة هتعمليها بالطريقة بتاعتنا وبيطلع كريسبي وجميل. وطبعا حضرتك تقدري ترجعي للحلقة بتاعتنا كمان على قناة الأهلي على اليوتيوب أو على صفحة القناة تشوفيها، هتلاقيه معمول بطريقة جميلة جدا. هننزل مقاديره حالا لحضرتك حالا. منشوح كده، لديت بقى ايه، عايزه ادي كده رشه بسيطه جميله من الملح، مش عايزه يعني ايه اكتر قوي. هني احط كمان شويه البقدونس دول، نقلب كده. الخضار ده حاجه جميله قوي وصحيه. بعد شويه كده بعد ما ياكلوا ويعني يتغدوا وجبه اساسيه، ممكن ياخدوا شويه بقى فواكه، شويه حاجات تديهم طاقه، نعمل لهم حاجات كده بالشوفان وفيها يعني الشوكولاته الدارك دي اللي هي الخام اللي فيها 70% الكاكاو الخام، تبقى صحيه ليهم قوي. لو حابين تعملهم حاجات بالشوكولاته تدعم طاقتهم قوي، بتفرق معاهم قوي على فكره، ليها نسبه كده. ممكن تعمل لهم حاجه من اللي بيحبوها وياكلوها. يعني خلينا نميل لاكلات بيتي، والنقنقه والسناكس دي بتبقى حاجات صحيه في البيت كده يتبسطوا بيها وتدعمهم وقت المذاكره. طيب هشوح، انا حطيت خلاص كده ايه الملح، هاخد بس رشه بسيطه كده صغنونه من الفلفل. هو الخضار اصلا ريحته جميله جدا، مش محتاجه حاجه تاني خالص. بسم الله. وعملت ايه بقى انا في الخرشوف، لو حضراتكم عايزين تخزنوه، لو احنا يعني كان وقته التخزين جبناه اخضر وشلنا كل الفروع بتاعته، بتتبقى الدايره دي هي الاساسيه اللي انا باخدها، بس بيبقى فيها هنا الحاجات اللي هي بتبقى عامله زي الايه الشعر الناعم خالص، تبقى حاجه كده بنشيلها بالمعلقه وبعدين بننزله فيه ميه وعصير ليمون عشان ما يسودش. وبعدين ميه السخنه دي بيطلع منها على ميه بتلج، نوقف التسويه بتاعته عشان يحافظ على اللون بتاعه. وبعدين ناخده يجفف بمناديل المطبخ ونحطه في اكياس على حسب حجم الكيس على قد افراد الاسره ونحطه في الفريزر. طلعته بقى انا من الفريزر، هروح اعمل ايه؟ مقادير بلح الشام هتنزل حالا. هعمل ايه؟ هروح منزلاه بس في ميه بتغلي بعصير ليمونه وارفعه وخلاص، عشان بس اشيل ريحه التتليج او الفريزر منه عشان اقدر اتعامل معاه زي ما حضراتكم شايفينه كده. بس انا دي الخطوه اللي بعملها عشان حضرتك تبقوا عارفين انا عملت ايه يعني. طيب هنا في كريمه معايا اقدر اضيفها كده على الوش تديله طعم، بس انا هقول لكم انا هحشي بقى ازاي دلوقتي. معانا حاجه ليلى، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك، ازيك يا شيف عظيم؟ اهلا بيك يا حاجه، نورتينا يا فندم. ربنا يخليك، الف الف مبروك للنادي الاهلي. الله يبارك في عمرك يا فندم، تسلمي. ربنا يكرمه يا رب وتكمم له بخير كده امين، ويجيب لنا كده الكاس ان شاء الله من المغرب ان شاء الله. امين يا فندم، امين بدعوات حضراتكم. ربنا يبارك، ربنا يخليك، انت عظيمه فعلا، عظيمه عظيمه والله. الله يخليك يا فندم، تسلمي. نفسي نكلمك من زمان والله. الله يسعد قلبك يا فندم، تسلمي لي. ربنا يخليك يا رب ويكرمكم بالنجاح على طول يا رب. امين يا فندم، امين. ربنا يديك الصحه ويبارك لنا فيك يا رب. امين يا فندم، سعدت بمكالمه حضرتك، شرفتينا. ربنا يخليك، انا نورتينا. كنت بكلمك من زمان والله يا فندم، ده شرف ليا على راسي من فوق. ربنا يخليك ويديك الصحه انك عظيمه على طول يا رب. امين يا رب العالمين يا فندم، احلى دعوه في الدنيا، ما تحرمش منك ابدا. ربنا يخليك، انت عظيمه وعظيمه فعلا والله. الله يسعد قلبك، تسلمي لي. شكرا لحضرتك، نورتينا وشرفتينا. بصوا بقى انا هحشي الوحدات الجميله دي وهستسمح حضراتكم، نطلع استراحه ونرجع نستكمل مع بعض. مش هعمل اي حاجه الا لما ترجعوا لي بالسلامه، في انتظار حضراتكم.